السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كلشي مؤخرا الخوت شاف يعني كيف تهان المراه المغربيه في المملكه السعيده، يعني شفتوا ان الدوله المغربيه كيفاش كتقمع المراه المغربيه، كيفاش تهين المراه المغربيه، تهين الاستاذه المغربيه، يعني الاستاذه هي اللي فيها المعلمه مربيه الاجيال. وما ننساوش ان المراه فيها الام ديالنا، الجده ديالنا، الاخت ديالنا، الزوجه ديالنا، وفيها البنت ديالنا. منين كنوصلوا الخوت والدوله كتقيس في المراه، عرفوا باللي هنا هذا موضوع خطير وجد جد خطير. الا شفتوا في جميع الدول الاوروبيه والدول الامريكيه، كندا، الاسترالي، المراه عندها واحد المثابه خاصه. ما يمكنش انك تقمع المراه بهذه الطريقه، ما يمكنش انك تهينها بهذه الطريقه، لان هي مربيه الاجيال المراه في حد ذاتها من غير ما تكون استاذه. لان الام منين غادا دير واحد الولد ولا واحد البنت، يعني لا سيكولوجي ديال المراه الا كانت ما متوازناش، الا كانت ما مزياناش، ما يمكن ليهاش تربي الابناء ديالها مزيان، وبالتالي ما يمكن ليهاش تخرج لنا واحد يعني واحد الشباب اللي غيكون مزيان متوازن في المستقبل. لان داكشي كيبقى خطير على لا سيكولوجي ديال لا بيرسون، وخاصه لا سيكولوجي ديال المراه. يعني منين كنشوفوا في الدوله القمعيه، الدوله الديكتاتوريه، انها كتعري المراه المغربيه ثلاثه مرات، كتعريهم يعني عرات الاساتذه، فهنا كنبداو نطرحوا عده تساؤلات. والتساؤل الكبير والخطير هو كنقولوا اين هو هذا ملك البلاد، اين هو هذا امير المؤمنين، هذا الشهاده. يعني كنشوفوا المراه كتعرى في الكوميساريات، عفوا في الاستوديوهات ديال البورنو ديال المخرج الشهير عبد اللطيف الحموشي، والمالي هو اللي معين شخصيا هذا المخرج الشهير ديال البورنوغرافيا عبد اللطيف الحموشي، هذا المجرم، هذا الجلاد، هذا الخبيث، هذا الحقير اللي يعني كيهينوا وكيهين المراه المغربيه وكيهين الشعب المغربي. فبالتالي الملك محمد السادس هو المسؤول الاول، هذا الشيء كيدار في بلاد اللي كيقول عليها هو انه امير المؤمنين، وهذا يعني جد متناقض مع اماره المؤمنين والايمان. ما فهمناش هذا الايمان وهذا اماره المؤمنين، والبورنوغرافيا من هنا، والتعذيب من هنا، وعري المراه من هنا، هذا الشيء هذا ما مفهومش. دونك هنا الخوت، هذا الشيء هذا يعني الملك محمد السادس يهين ويحتقر المراه المغربيه. هادشي هذا جاي من الفوق، ما يمكنش نقولوا راه شوفوا الخوت باش تكونوا واعيين. راه ما يمكنش ان مواطن عادي، انسان عادي في المغرب، يعني في كو ساسوا في المدينه ولا كو ساسوا في العروبيه ولا في اي بلاصه، عنده انترنت وعنده تليفون وكتلقى عنده انترنت وعارف كلشي شنو واقع في المغرب، عارف الناس كتدخل الانترنت وكيشوفوا. يعني هادشي دار مزيان في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، المنابر الاعلاميه يعني تناولت هذا الموضوع، يعني بزاف الفيديوهات دايرين، يعني تقريبا المغاربه كاملين شافوا هادشي. راه ما يمكنش تقولوا لي وراه ما يمكنش هذا النفاق يبقى مستمر، ديال ان مغربي عادي مواطن بسيط عنده التليفون وعنده انترنت وكيمكن له يشوف هادشي، والملك ما فراسوش. راه هادشي هذا راه ما مقبولش. واش الملك قاطعين عليه انترنت؟ نقولوا ما كيوصلوش له التقارير والمخابرات، عبد اللطيف الحموشي كيخبي عليه، ونزيدوا ياسين المنصوري ديال لاجي حتى هو تيخبي على الملك، يعني هادو ما خدامينش، ما قايمينش بالدور ديالهم، وما كيوصلوش للملك مثلا. هذا افتراضية، مع العلم على انني انا تنقول لكم الملك فراسو كلشي، وهادشي اوامر الملك، عارف كلشي اش كيوقع في البلاد لانه هو اللي كيحكم المغرب. دونك نقولوا حنا مثلا ما فراسوش، واش الملك قاطعين عليه انترنت؟ ما عندوش انترنت في التليفون، ما يدخلش يشوف، ما عندوش لورديناتور في الدار، ما يقلبش، وكتب يكتب غير محمد السادس، وغادي يشوف السخط اللي نازل عليه، وغادي يشوف ان الشعب ما راضيش على هذا الشيء، وغادي يشوف انه كيتعدى على الشعب وقامع الشعب ومكرفس الشعب والشعب ديالو معذب. دونك هنايا هذا الشيء ما مقبولش. ولكن هذا الملك ما فراسوش، راه هذا الملك راه مجرم، هذا الملك راه كسول، هذا الملك راه خاصو يجي امام الشعب المغربي، لان كيتخلص من عندنا وهو السيد ما فراسو والو ناعس، خاصو يجي يتحاسب ويتحاكم ويتحيد، سي كوم سا، راه ما كاينش فيها اللعب. ولكن فراسو اذا راه مجرم وجلاد، وراه مساهم في هذا الشيء، وراه كيحتقر المراه المغربيه. وباش غتفهموها الخوت ان المراه المغربيه كتحتقر
كتعرف المنابر الإعلامية كنشوفوا مؤخرا شفنا الصحفية المقتدرة دنيا فلالي كيفاش كيسبوا لها في الأم ديالها، كيعايروا لها الأم ديالها بالزينة، كيعايروا لها الجد ديالها، يعني زينة المحارم، واحد التخربيع وواحد الوسخ، واحد يعني واحد الانحطاط أخلاقي، يعني ما عمرنا شفنا هادشي في شي دولة اللي كتحترم الناس ديالها وكتحترم المواطنين ديالها، كتعاير المواطنين ديالها بهذه الطريقة. ما فهمنا، كتهضروا على الجزائر وعلى الدول الاخرين، شوفوا حنا غير الدول، بلا ما نمشيو للدول المتقدمه الكبار، بلا ما نمشيو لفرنسا، الانجليز، استراليا، كندا، امريكا، غنمشيو حنا غير حداكم، تونس، الجزائر، موريتانيا، السنغال، واش كيعريو عيالاتهم؟ واش كيعريو لهم عيالاتهم في الكوميساريات؟ واش كتشوفوا في المنابر مثلا الجزائريه، كتهضروا ديما على الجزائر، واش كنشوفوا ان في الصحافه كيعايروا المراه المغربيه؟ كيسبوها، كيقولوا لها انت هي بنت الزينه، انت هي امك زنات مع جدك، مع هذا، يعني داك الشيء انحطاط اخلاقي ما كاينش في شي دوله، كاين في هذه الدوله ديال القمعيه، هذه الدوله الديكتاتوريه، هذه الدوله اللي كتمارس الارهاب على الشعب المغربي هكا مباشره. دونك الملك محمد السادس كيهين المراه المغربيه، الملك محمد السادس ما كيحترمش المراه المغربيه، والمعلومات اللي توصلت بها من المحيط هو ان الملك محمد السادس كيعنف الزوجه ديالو السابقه، كان كيعنف الزوجه ديالو السابقه الاميره سلمى، هذه هي المعلومه اللي توصلنا بها. الخوت كيفاش بغيتو الحموشي والاداره ديال الامن والاداره ديال القمع سمحوا لي وديال التعذيب، كيفاش بغيتوها تحترم المراه المغربيه وملك البلاد امير المؤمنين يعنف زوجته؟ والحاجه اللي خطيره كيقولوا على اساس ان في اخر حادث ديال التعنيف ديال الملك فاش عنف الزوجه ديالو تما كينات، من ديك الوقيته اختفت الزوجه ديالو، ما بقاتش كتبان في الاثار ديالها، ما بقاتش كتبان. ومنين بدات الصحافه الفرنسيه تثير التساؤل، كتقول يعني كيفاش هذا الاختفاء، فين هي، راه هذه مع هذا، ناض خرج المحامي ديال الملك محمد السادس، المحامي الفرنسي إيريك دوبون موريتي، وخرج كيجاوب في الشعب الفرنسي، يعني ما خرجوش كاع كيهضروا ولا كيشرحوا للشعب المغربي، الملك خرج كيجاوب الشعب الفرنسي لان الموضوع تناولته الصحافه الفرنسيه، ولكن ما هضرش وما شرحش للمغاربه، يعني شحال المغاربه ما كانوش عارفين كاع باللي راه الملك طلق مراته، تخرجنا اليوم ودينا ها هو المقال. ها المحامي ديال الملك كيقول راهم طلقوا وراهم لاباس سي سون اكس ايبوز، يعني طليقته. راه هنا السؤال المطروح، راه كيفاش بغيتوا ان الدوله القمعيه تحترم المراه المغربيه، ما تعريش المراه المغربيه، ما تشهرش بالمراه المغربيه، ما تعايرش الوالدين والزوجات والامهات ديال المراه المغربيه في الصحافه، تشهر بهم هكا والسبان والسب والقذف، يعني ما تهينش المرأة. واش عرفتوا الخوت شنو هي تعري المرأة المغربية؟ ثلاثة المرات كيعريوهم، وثلاثة المرات، يعني راه هادشي راه جد جد خطير. دونك هادشي كيفاش بغيتوا هادشي ما يكونش؟ وهذه راه بلاد دولة أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو ما كيحترمش المرأة، هو كيعنف الزوجة ديالو، يعني الطليقة ديالو. دونك راه هنا الخوت هذا موضوع جد جد خطير، لان كما قلت لكم وكنعاودوا نكرروها، يعني الناس المعلومه اللي توصلنا بها، يعني من بعد اخر الحادث الاخير ديال التعنيف ديال الملك محمد السادس للزوجه ديالو، من تما غبر ليها الاثر، ومن ديك الوقت الخوت من ديك الوقت ما بقاش بان الاثر ديال الاميره سلمى. دابا بغيت نتوجه واحد السؤال هنا للملك محمد السادس مباشره. الملك محمد السادس دابا طلقتي، انت قلتي طلقتي السيده، طلقتي الأميرة سلمى، طلقتيها واخا، فين هي؟ بغينا نعرفو فين هي. أنا كنهضر معاك يا محمد السادس، الشعب المغربي كامل باغي يعرف الأميرة سلمى، ياك طلقتيها أخويا، فين هي؟ فين هي؟ بغينا نشوفوها صافي. وهي بغينا دابا هاد الشيء، هاد الشيء اللي خرج، هاد المعلومات هادي جاية من المحيط من عندكم. دونك هنا الخوت باش نكونوا متفاهمين، هاد الشيء هذا خطير وجد خطير، هاد الشيء هذا يعني كيبين على اساس ان يعني كاين شي حاجه، كاين شي حاجه جد جد غامضه اللي ما بغاوناش نشوفوها، ما بغاوناش نعرفوها، ما فهمناش علاش هاد الاحتقار ديال الشعب المغربي، علاش
علاش زعما هذا دابا مالك، هذا مالك كيتخلص من عندنا، يعني الشعب المغربي حنا كنخلصوا هذا الملك باش يكذب علينا، باش يحتقرنا، باش يتكرفس على المرأة المغربية، باش يعذبنا، باش يعذب ولادنا، باش يعذب والدينا، باش يقمعنا، باش يشفرنا. دونك هذا الشيء هذا بزاف. دونك هنا كنعاودوا نقولوا من هنايا خاصكم تجاوبونا، الملك محمد السادس اين هي الأميرة سلمى، وهل فعلا كتعنف الأميرة سلمى؟ هذا الشيء هذا بغينا الجواب ديالو من عندكم، والجواب ديال هذا الشيء هو تخرجوا لنا الأميرة سلمى تشرح للشعب المغربي، تشرح لنا شنو هو فين كانت مختفيه، وشنو وهذا الشيء هذا واش يعني واش فعلا كان الملك كيعنفها وكان كيفرشها. صافي هذا هو الجواب اللي خاصنا اللي كينتظروا الشعب المغربي، هو تخرج الأميرة سلمى تجاوبنا وتشرح للشعب المغربي. اما باش تبقاو تكذبوا لنا ولا تخرجوا بيان ولا تخرجوا هذه راه حتى حاجه ما خدامه. الأميرة سلمى هي اذا كانت حيه ترزق خرجوها لنا وريوها لنا، وريوها لنا سهله سهله توريوها لنا. دابا حنايا هنا كنطلبوا منكم واحد الحاجه، الشعب المغربي ما مطمئنش لهذه القضيه هذه، لان كيولي هذا الشيء خطير، هذا الشيء جد جد خطير، لان هذا الشيء فيه العنف، فيه العنف ضد المراه، فيه الاختفاء ديال المراه. دونك حنا بغينا نعرفوا، الشعب المغربي من حقه يعرف، وانا من حقي باغي نعرف فين هي. هذا الشيء هذا عادي. دونك هنا كنعاودوا نقولوا للملك محمد السادس المؤسسه الملكيه خرجوا لنا الاميره تشرح للشعب المغربي، خرجوا لنا الاميره توضح للشعب المغربي، والا ما خرجتوهاش هادشي راه كيزكي الروايات على انها فعلا قتلات، على انها فعلا يعني محتجزه، يعني بزاف د الحوايج كاينين. وهادشي هذا باش نسدو الطريق على جميع، حنا هذا موضوع مغربي ديال المغاربه، ما بغيناش حنا ان جهات اخرى من شي جهه ولا شي حاجه، كنتو ما عندكم مع هادشي ديال الجهات وهذه جهه اخرى وهذه دوله اخرى اللي باغا هذا باغا تركب على الموضوع. دونك حنا باش نسدو هذا الموضوع نخليوه بيناتنا بين المغاربه باش ما تدخلش شي جهه اخرى، راه حنا هذا باش يلا جبدوها خرجوها لنا ونساليو هذا الموضوع هذا، راه سهله سهله، خرجوها لنا ونساليو هذا الموضوع هذا. صافي ملي تخرجوها انا غنراسل ديك الساعه الامم المتحده نقول لهم صافي راه فعلا راه بان الاميره وهذا. دونك يلا بينوا لينا، بينوا لينا ما حدكم ما خرجتوهاش، يعني كاينه شي حاجه تما كاينات، وغادي نبقاو نسالوا عليها، وغادي نبقاو نقلبوا في هذا الملف حتى نوصلوا للحقيقه. صافي راه بدوني بلا ما نبقاو ندورو اضواط كوش، راه هنا خاصكم تجيو تقولوا لنا شنو واقع. دونك من هنا الخوت كنعاودوا نقولوها، اين هي الاميره سلمى المعنفه من طرف زوجها السابق الملك محمد السادس والمختفيه منذ 2017؟ أين هي الأميرة سلمى المعنفة من طرف زوجها السابق الملك محمد السادس والمختفية منذ 2017؟ خاص الملك محمد السادس يشرح لنا الجواب واضح، خرجوا لنا الأميرة توضح لنا وتشرح لنا والموضوع ينتهي. خوتي المغاربة خوتي المغربية، نتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا في الحلقة المقبلة، السلام عليكم، مع السلامة.